هذا التقرير أعده مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. يعاني العراقيون أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار النفط الذي يغطي 95% من نفقات الدولة، وذلك بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاديات العالم، حيث يعيش المواطن العراقي منذ عام واحدة من أقسى الفترات على المستوى الاقتصادي، إذ زادت نسب الفقر والبطالة بشكل ملحوظ بسبب كورونا. يعيش نحو 25% من سكان العراق تحت خط الفقر، وذلك وفق آخر دراسة أجرتها وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي. وفي آخر إحصاء أعدته الوزارة مطلع العام الجاري، هناك قرابة 10 ملايين إنسان في البلاد يعيشون بوارد يومي يقل عن دولارين فقط، وذلك بحسب وصف البنك الدولي لخط الفقر. وفي كانون الثاني الماضي أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح إن نسبة الفقر في البلاد بلغت 30%، مبينا أن الفقراء منهم مهجرون قدماء وعاطلون عن العمل، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 2 مليون عائلة أضيفت إلى النسبة هذه بسبب كورونا. وبحسب تقرير لوزارة التخطيط صدر نهاية العام الماضي، تصاعدت نسبة الفقر في البلاد، وذلك بعد إضافة 1,400,000 عراقي إلى إجمالي أعداد الفقراء، فبلغ العدد بموجب هذا الارتفاع 11.5 مليون فرد تقريبا، بعد أن كان قبل الأزمة حوالي 10 ملايين فرد. وأوضح التقرير أن نسبة الفقر ارتفعت إلى 31.7%، وذلك بعد أن كانت 20% عام 2018، فيما تصل نسبة البطالة بين الشباب اليوم إلى 22.7%. الحكومة العراقية سعت خلال الأشهر الماضية إلى السيطرة على نسب الفقر التي ارتفعت بفعل انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، إلا أن الحال لم يتحسن كثيرا، وهو ما يستوجب على الدولة إدارة ملف الفقر بكل دقة، حيث أن الظروف الذاتية والموضوعية التي يمر بها الاقتصاد تحتاج إلى ترابط وثيق جدا بين الدولة والقطاع الخاص وأطراف العمل من حيث التخطيط والتمويل. أما الأمر الذي أصبح معضلة في البلاد اليوم هو الفساد المستشري فيها.